سنبدأ مباشرة في الجانب الميداني، حيث قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستهداف تجمعات الإرهابيين في محيط حرب نفسه وكذلك في محيط الزارة، حيث تم القضاء على عشرات الإرهابيين من إرهابي جبهة النصرة وأحرار الشام، وكذلك تم تدمير عدة مرابط هون خلال هذا الاستهداف. كذلك قام سلاح الجو في الجيش العربي السوري باستهداف تجمعات الإرهابيين في ريف حماة الشرقي. خلال هذه العملية تم القضاء على عشرات الإرهابيين من إرهابيي داعش وتدمير مقرات قيادة وكذلك مستودعات ذخيرة لهم. ننتقل إلى الجانب آخر. بعد صدور مرسوم السيد الرئيس بتكليف المهندس عماد خميس تكليف الحكومة، سنطلع من خلال الشارع في محافظة حماة ماذا يريدون من الحكومة المقبلة وآراءهم. طبعا معنا عينة من محافظة حماة، سنطلع على آراءهم. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا. نطلب من الحكومة القادمة، نتمنى من الحكومة القادمة أن تكون حكومة ميدانية، أي تلامس حاجة المواطنين، والبوادر تشير إلى ذلك بدليل تكليف المهندس عماد خميس، هو أحد وزراء الحكومة السابقة من الوزراء الميدانيين حقيقة كانوا في تلك الفترة. وإن شاء الله بالتوفيق للوزراء الجدد رغم ما نعانيه من ظروف وضغوطات وحصار اقتصادي. التوفيق إن شاء الله. أيضا معنا، يعطيك العافية، بدنا نحكي شو تطلب من الحكومة القادمة. هلا بصراحة نحن كمواطنين سوريين حلمنا أن تكون الحكومة بين المواطنين، تشيل هم المواطن، حكومة أزمة، رجاء حكومة أزمة، المواطن ما عاد يتحمل، بس هيك نكون ميدانية وتكون عارض الواقع وتكون حكومة ميدانية. ونحن كتير يعني متفائلين بالحكومة الجديدة، كون شخص رئيس الحكومة هو شخصية علمية، يعني بقصد أنا أنه مهندس، والمهندس يعني معروف ميداني عارض الواقع، إن شاء الله بيكون غير الحكومات الماضية، وإن شاء الله الوضع بيتحسن بشكل نظامي. يعني شكرا لكم وإن شاء الله بالتوفيق للحكومة الجديدة. شكرا كتير. شكرا لك. كلك زول. إذن زميلة ربا، هذه آراء الشارع في محافظة حماة، ماذا يريدون من الحكومة المقبلة؟ هذا كل ما لدينا في محافظة حماة. نعم علي. إليك زميلة ربا في استوديوهاتنا في دمشق. شكرا جزيلا.